وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه سيتم قريبا افتتاح عدة موانئ ضمن خطة التطوير التي تنتهجها الدولة، من بينها ميناء برنيس والسخنة، بالإضافة إلى تطوير موانئ الإسكندرية وأبي قير ودمياط. وأكد الرئيس السيسي أن مصر حريصة على ربط البحرين المتوسط والأحمر بشبكة موانئ حديثة ومتقدمة. أنا عايز أقول في ميناءين دلوقتي، جاهزين لافتتاح خلال شهرين، ميناء في برنيس قدام أشقائنا في ميناء جدة، ده برصيف 1600 متر، جنب منه مطار، يعني عايز أقول على البحر الأحمر الميناء ده جاهز للافتتاح. السخنة إحنا بنعمل مشروع ينتهي خلال سنتين إن شاء الله، مش عايز أكون يعني خلال سنتين، هذه الميناء هتبقى أكبر ميناء تقريبا على البحر الأحمر من السخنة. طبعا احنا كنا افتتحنا قبل كده ميناء شرق بورسعيد، وده ارصفته 6 كيلو متر ليخدم الهيئه الاقتصاديه لقناه السويس. طيب على البحر المتوسط احنا هنفتتح برضو خلال شهر او شهرين بالكتير ميناء جرجوب، وده يبعد عن الحدود اللي بيها حوالي 200 كيلو، ده ارصفته حوالي 1600 متر برضو بعمق حتى 18 متر، ده هيفتتح خلال الايام او الاسابيع القليله القادمه. في نفس الوقت احنا بنعمل تطوير لميناء دمياط، بنعمل تطوير لميناء اسكندريه، وبنعمل تطوير لميناء بوير. الثلاث مواني دول هيكونوا بالاضافه للميناء اللي احنا هنفتتحه في جرجوب، دول هيبقوا عباره عن مجموعه مواني بالانظمه والمستويات المتقدمه. اقدر اقول ميناء بوير هيبقى تقريبا من اكبر المواني واللي ممكن تستقبل حتى غاطس 22 متر في السفن بتاعتها.